يقول لو غير الصيغة يا فضيلة الشيخ، لو أتى بصيغة غير هذه الصيغة، كأن يقول سمع الله لمن شكره، لا يجوز هذا ولا يجزي، هذا لا يجزي، لأن قول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، لا يجوز تغييرها، ولو غيرها لم يكن آتيا بالواجب، كانت صلاته ناقصة. نعم، أحسن الله، إذا تعمد هذا بطلت صلاته. نعم.